طيب نروح لموضوع آخر، لأن أعتقد في الوقت اللي احنا شايفينه أو الوقت الحالي في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية اللي بتضرب عدد من الدول العربية الشقيقة، يمكن الدولة المصرية بتقدم كل الدعم للأشقاء في ليبيا بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الوقت ده تحديدا اللي بتقدم فيه الدولة هذه يعني المساعدات للأشقاء، يمكن أبناء قبائل مطروح أطلقوا أيضا مبادرة لدعم المتضررين من إعصار دانيال بدولة ليبيا، وده من خلال تجميع مواد غذائية وأيضا مواد طبية وإرسالها عبر المنفذ البري. يمكن ده الدعم اللي احنا دايما بنشوفه ما بين الأشقاء العرب وبعضهم البعض، في علاقات نسب ومصهرة بالضبط من طبعا أهالي مطروح. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا عبر الهاتف الشيخ فتحي العاصي، أحد أبناء قبائل مطروح. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير يا فندم. يعني بحييك طبعا على المبادرة الحلوة قوي اللي انتوا عاملينها دي، ووضح لنا المساعدات اللي يمكن بتستهدفوا توفيرها لأشقائنا في ليبيا. والله احنا بدأنا مع أول بيت كارثة، جهزنا المساكن، الشقق، وجهزنا فندق عند الشيخ عز العمدة في السلوم. وبالنسبة لنا مرسى مطروح طبعا احنا متعودين على كده مع اخواتنا الأشقاء في ليبيا، اي حاجه ممكن احنا حاضرين يعني على طول معاهم. يعني عاوزين نعرف الاستجابه السريعه اللي كانت موجوده من يعني ابناء مطروح للانضمام لهذه المبادره والمساعده ايضا في التوجيهات اللي بدات يمكن من القياده السياسيه بتقديم كل سبل الدعم للاشقاء في ليبيا. ويمكن انا عارف ان في علاقات نسب وعلاقات مصهره موجوده ما بين الاهالي تحديدا في مطروح ويعني اخواتنا ويعني اشقائنا في ليبيا. والله يا فندم احنا اول ما حصلت الكارثة على طول، طبعا دي كارثة عالمية. صحيح. فكانت فجعة بالنسبة لنا احنا. عرفنا بقى ان الشدود وقعت وكده، وفي ناس كتير ما كانتش عارفة حجم الكارثة. كانوا بيتعاملوا مع الموضوع بعادي كده، كأنه شوية مطرة هتعدي وكده. لكن احنا عرفنا على طول ان في كارثة كبيرة، فحاولنا نساعد بقدر الإمكان يعني. فتحنا الشقق اللي عندنا هنا، وحاولنا بقى نجهز، طلبوا منا اكفان، جهزنا حوالي 3000 كفن، وصراحه كله اتجاوب معانا يعني. وبعدين القياده السياسيه على طول بدات ووجهت، فصراحه كله ورجال اعمال واهل البلد كلها والجيش اولنا، وصراحه كل الشكر والتقدير السيد الرئيس على اللي عمله، صراحه رفع براس جميع اهل مطروح واهل مصر. ازاي تواصلتوا مع بعض يا فندم في المدن في مطروح عشان تقدروا انكم تجمعوا الدعم ده وتقدموه لاهالينا واشقائنا في ليبيا؟ والله احنا دايما الحمد لله شبابنا متعودين على كده يعني. لو دي دايما يكون ايد واحده في الازمات، يعني السرعه دي في انكم تتواصلوا مع بعض وتقدروا ان انتم توفروا دعم سريع، هل في حد معين مثلا كان هو اللي بي بي بيقوم بده ولا ايه اللي حصل؟ حضرتك احنا عندنا هنا عاملين نظام مجموعات على الواتساب اسمها الفزعه. بنتواصل مع بعض على طول في ثواني يعني. بيكون حد اول ما بتيجي رساله جوه المجموعه كله بيفتح وبيعرف فيه ايه. احنا متعودين على كده في مرسى مطروح. في اي حد في ايده حاجه بيقدمها على طول يعني. يعني هو موقف ان ده اللي بيدل على النخوه والشهامه والرجوله اللي موجودة، يمكن وهي دي سمات الشخصية المصرية تحديدا في المواقف الصعبة. واحنا في الحقيقة كلنا يعني أسرة واحدة وكلنا أهل، يمكن الليبيين مش غراب عن المصريين والمصريين ليسوا أصلا بغرب عن الليبيين. صحيح. بنشكرك الشيخ فتحي العاصي أحد أبناء قبائل مطروح، ومجهود مشكور، وأعتقد المجهود ده لي يعني صدى ويعني أثر كبير في نفوس أشقائنا وإخواتنا في ليبيا. يعني ربنا يكون في عونهم، وإن شاء الله تعدي هذه الأيام على خير وتعدي يعني سرعة شديدة، وربنا ينعم الليبيين مرة أخرى بالأمن والسلام والاستقرار. ربنا يرحم أكيد فقدناهم في آثار دانيال.